اهلا بكم متابعي برنامج كوره على روتانا خليجي، اهلا بمن انضم الينا الان لمتابعه ما تبقى من الحلقه. ضيوفنا في الاستديو الزميل نبيل العبودي والكابتن عبد الله القحطاني. سنبدا مباشره مع الكابتن عبد الله القحطاني في الحالات التحكيميه. سنبدا بمباراه اليوم اللي في الدوري زين مباشره معك، نشاهد الحاله الاولى واترك لك المجال لتحليل كل الحالات اللي تحدثت في مباراه الاتفاق الشباب والهلال والفيصل. نشاهد الحاله الاولى. طبعا من مباراة الهلال الفيصلي اخترنا حالة واحدة فقط، كما اسلفنا في البداية ان المباراة لم يكن فيها اي اثارة على مختلف الجوانب الفنية عدا هذه الحالة، وهي حالة دقيقة ويحسب لحكم المباراة دقته في احتساب القرار، وهي ركلة جزاء صحيحة عبارة عن دفع من قبل لاعب الفيصلي لمهاجم الهلال، دفع باهمال، ولكن كان يتوجب على حكم المباراة إشهار الإنذار للسلوك الغير رياضي للفرصة القائمة. نلاحظ عندما ارتقى اللاعب تم دفعه في الهواء، وكما معروف عندما يكون اللاعب قافزا في الهواء من السهل تحريك اللاعب ولا يحتاج لكمية دفع أكثر عندما يكون كامل قدميه على الأرض. نلاحظ عندما ارتقى اللاعب دفعه المدافع وأخل بتوازنه وحرمه من لعب الكرة. نعم صحيح، ضربة جزاء صحيحة، ركلة جزاء صحيحة، وقرار جيد من الحكم، ولكن كان ينقصه العقوبة الإدارية للسلوك الغير رياضي. هذه بالنسبة للمباراة. نشاهد الحالة الثانية. المباراة الثانية اللي مباراة الاتفاق والشباب، في دقيقة واحدة عندنا أربع حالات، لاحظ اللي هي دقيقة 65. الحالة الأولى عبارة عن ركلة حرة مباشرة كان المفترض احتسابها لنادي الشباب ولم يقم الحكم باحتسابها. هذه ركلة كان يتوجب على حكم المباراة إيقاف اللعب والإعلان عن ركلة حرة مباشرة لنادي الشباب. هذه الحالة الأولى في نفس الدقيقة. في نفس الدقيقة. نشوف تبعات هذه الحالة. من نفس الحالة انتقلت الكرة للاتفاق. نخلي اللقطة تمشي. انتقلت الكرة كهجمة مرتدة لنادي الاتفاق، يعني ارتكب بموجبها لاعب نادي الشباب مخالفة عبارة عن ركلة حرة مباشرة وإنذار مستحق لقطع الهجمة الواعدة. قرار الحكم في هذه اللحظة كان صحيح. ممتاز. ولكن كانت تبعات للخطأ الأول، كان يجب عليه إيقاف اللعب في هذه الحالة في البداية والإعلان عن ركلة حرة مباشرة لنادي الشباب. جميل. بنفس الخطأ لعبت الكرة ثم انتقلت وتم تسجيل الهدف الثالث للاتفاق من نفس الكرة. نلاحظ أن لازلنا في الدقيقة 65. أخطاء مركبة في. نعم. صارت في نفس. نعم. ولكن من تبعات الخطأ الأول. يحسب للحكم المساعد الأول دقته في احتساب الهدف وعدم الإعلان عن تسلل. جميل. لأن اللاعب كان في موقف صحيح. في نفس اللعبة. عادل في نفس. في نفس اللعبة في نفس كان اللعبة. هناك يعني كشف عن القميص. بعد فرحة اللاعب. بعد فرحة اللاعب، وهذه للأسف. تقريبا للسنة الثالثة على التوالي من نفس اللاعب ما ياخذ عليها دائما وصرح فيها مرة انه قال انا ما خلعت لا تعليمات الاتحاد الدولي انك تطلب من اللاعب تغطية القميص الداخلي او الفنيلة الداخلية، ولكن يتوجب على حكم المباراة ان يدون ذلك في تقريره ويدون ما هي الإشارة التي اظهرها الحكم على فنيلته الداخلية. ما فيها اي عقوبة إلا إذا لم ينصاع اللاعب لتعليمات الحكم وكشفها، يعني أصر على كشفها أكثر من مرة. ممتاز. يجب على الحكم فقط تدوينها. ممتاز. حتى يصدر من الاتحاد السعودي ما ينبه عليه. جميل. الشيء المستغرب أنه نفس اللاعب تقريبا للموسم الثالث على التوالي ولم يصدر من الاتحاد السعودي أو عن الاتحاد السعودي تنبيه عن هذه الشعار. مسؤولية من؟ الاتحاد السعودي، لأن القانون فقط تطلب من اللاعب أنه يغطي. هي على الألفاظ الداخلية أي كان، الإعلان على الأقمصة، الشعارات الدينية، الشعارات العسكرية، الشعارات السياسية، كل هذه الأشياء المعني فيها الاتحاد المنظم، فقط حكم المباراة معني في الأشياء الأخلاقية، إذا كان فيه لفظ بذيء أو مهين أو يعني كلام يعني فيه يرفع في تقريره ولا في قرار إداري؟ لا يطبق عليه العقوبة الانضباطية، لأنه اللفظ ممكن إني أنا أقوله وممكن إني أكتبه. إذا ما أقر الحكم إن هاللفظ اللي موجود على هذا الفنيلة عبارة عن
شيء مهين أو بذيء تجاه لاعبين أو تجاه جمهور أو تجاه أي أحد يجب على الحكم أن يتخذ عقوبة. أما الأشياء الدعائية يجب على الاتحاد أن هو من ينظم هذه الأشياء، هل هو مسموح فيها أو لا؟ إلى الآن لا نعلم هل سمح للاعب خلال الثلاث سنوات. أنا أتذكر تصريح ليوسف السالم يقول أنا سألت حكم، الحكم ليس له فقط إلا أن يدون ذلك في تقريره، لأن اللي ظهر فقط اسم رمزي لا نعلم ماذا يحاكي. إذن الاتحاد السعودي نشاهد مباراة مباراة الأهلي والاتحاد اللي فيها الكثير من الحالات ونستعجل فيها. الحالة الأولى هي حالة في بدايتها قد تكون مركبة، ولكن ما جعل الحالة تصبح حالة واحدة اللي عبارة عن ركل بتهور من قبل مدافع الاتحاد لمهاجم الأهلي في البداية. نلاحظ هذه ما فيها ضربة حرة غير مباشرة، لا، لأنه لاعب الاتحاد لم يلعب، لم يتحرك، لعب بعد عندما لو كان رجل لاعب الاتحاد قاعد يمارس الحق الطبيعي له في لعب الكرة كان فاول له، كان المفترض على الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة للعب الخطر، ولكن ينذر اللاعب نايف هزازي للركل إبراهيم هزازي للركل بتهور. ولاحظ في البداية اللاعب لم يلعب، فيها انذار فقط، نعم فقط انذار لأنها ركل بتهور. ناخذ الحالة اللي بعدها، هذه حالة الحكم أعطى مبدأ إتاحة فرصة، ولكن كان يتوجب على الحكم بعد الرجوع إلى هذه الحالة بعد إيقاف اللعب إنذار نفس اللاعب للسلوك الغير رياضي والمتمثل في المهاجمة بتهور. هذا أيضاً قرارها إنذار، نعم لم ينذر في الحالة الأولى ولا في هذه الحالة، والمشكلة أنها لنفس اللاعب. الحكم أعطى مبدأ إتاحة فرصة ولكن كان يتوجب عليه العودة إلى ذلك. مشاهد الحالة الثالثة بعد ذلك، الحالة الثالثة أعلن الحكم عن ركلة حرة مباشرة كانت عبارة عن ضرب بتهور من قبل مدافع الاتحاد أو لاعب الاتحاد تجاه لاعب الأهلي. كان يتوجب على الحكم عندما أعلن عن الركلة الحرة المباشرة أن يشهر الإنذار للسلوك الغير رياضي والمتمثل في الضرب بتهور. الحكم اكتفى بالخطأ، ولكن لو نلاحظ أنه نفس اللاعب ارتكب ثلاث مخالفات كانت كل مخالفة تستوجب الإنذار. هذا أيضا حالة أخرى، نعم هذه حالة تسلل من المساعد الثاني، وكان قرار المساعد الثاني صحيح بالإعلان عن التسلل لأن المهاجم لحظة لمس ولعب الكرة له من زميله كان يقف في موقف تسلل وهو متقدم عن آخر ثاني منافس من الأهلي، وقد تساعد خطوط الملعب أو قصات الملعب في إظهار هذا التقدم. هذه الحالة عبارة عن عرقلة باستخدام اليد لمهاجم الأهلي، العرقلة من المدافع من الحارس يعني الاشتراك. نشاهد في هذه اللحظة حارس الأهلي اتجه إلى أقدام حارس الاتحاد اتجه إلى أقدام لاعب الأهلي وقام بإعاقته، ولكن موقف الحكم خلف اللاعبين لم يمكنه من تحديد ما إذا كان الخطأ وقع قبل خروج الكرة من عدمها، لذلك ترك اللعب مستمر واكتفى بركلة المرمى. اشتراك المدافع مع المهاجم تنافسي طبيعي، تنافس طبيعي، ولو سقط في هذه الحالة كان يجب على الحكم الاستمرار، ولكن الخطأ وقع من حارس المرمى. ولكن أنا أعلم جيدا ما جعل الحكم لا يتخذ في مثل هذه القرار لعدم معرفته وقدرته هل الكرة تجاوزت في هذه اللحظة خط المرمى أم لا، لأن الكرة كانت سريعة. جميل، قبل ما نتجاوز هالحالة بس سؤال سريع، لو سقط في اشتراكه مع إبراهيم هزازي دائما يختلف فيها الحكام بأنها تحايل وبأنها مع أنها دائما يصير فيها عدم توازن. التحايل هو أني أسقط بدون ارتكاب أي خطأ ضدي أو أنا أصطنع السقوط. حتى الجمهور يقول يا أما تحطها بلنتي يا أما تعطيك. لا المسألة ليست خيارات، ثقافة الشارع الإعلام غير ثقافة الحكم. الحكم عنده شيئين، يا اللاعب أصطنع السقوط بدون أي تأثيرات أو هو من صنع السقوط عن طريق الاشتراك مع المدافع. جميل. يعني أنا أبحث عن السقوط إما أن أشترك بالقدم أو بالجسم. جميل. وأحصل على خطأ حتى لو حدث الاحتكاك. جميل. في هذه الحالة يبقى التحايل قائم. باقي معنا حالة، هذه الحالة عبارة عن مهاجمة بتهور قام الحكم بإيقاف اللعب وإنذار اللاعب، وهو كان قرار صحيح. الكل كان يطالب أو كثير من الشارع الرياضي كان يحبذ أن يتم الطرد،
لو كان القفز متجها إلى اللاعب ولكن اللاعب اتجه إلى الأرض ومن ثم يعني الاندفاع البدني هو من أسقط اللاعب، ولكن لو كان القفز متجها إلى قدم اللاعب بشكل مباشر أو على جسم اللاعب كان يتوجه إلى اتجاه الكرة، ولكن الشيء التثقيفي في هذه الحالة أن الحدث حدث خارج حدود الملعب، كان يجب على حكم المباراة عندما أوقف اللعب أن يستأنف اللعب بإسقاط الكرة وليس بركلة حرة مباشرة. نشاهد نعيد الحالة الأولى. ممتاز، نعيد الحالة اللي قبل شوي كحالة تثقيفية للحكام. الحكم نشاهد الحدث وين وقع، خارج حدود الملعب، راح توضحها الإعادة. شوف الإعادة، يعني مفروض أنه يعطيه الإنذار. نلاحظ الحدث، يمكن الإعادة الأخرى راح توضح أكثر. ما في إلا ممكن طبعا هل... الحدث وقع في إعادة واضحة توضح أن الحدث وقع خارج حدود الملعب، فيها قرار إداري بالإنذار، ولكن فقط قرار انضباطي، ولكن طريقة استئناف اللعب كان يتوجب على حكم المباراة إسقاط الكرة وليس لعب ركلة حرة مباشرة، لأن الحدث وقع خارج حدود الملعب. ومثل هذه الحالات ينص التشريع القانوني على أن مثل هذه الحالات يتم استئنافها بإسقاط. جميل، نسرع الرتم شوي كابتن عبد الله، نشوف الحالة اللي بعدها. نلاحظ أن الحدث خارج الملعب. بالفعل، جدا صحيح. نشوف الحالة هذه. هذه حالة كان هناك الكثير يطالب بأن يكون هناك ركلة جزاء، ولكن كان تقدير الحكم لهذه الحالة تقدير صحيح، واستمرار اللعب هو القرار الصحيح، لأن اللاعب قام بقطع الكرة ومن ثم اتجهت قدم لاعب الاتحاد للاعب الأهلي. راح توضح في الإعادة أن لاعب الأهلي قام بقطع الكرة ومن اتجه إلى الآخر هو لاعب الاتحاد، وكان قرار الحكم صحيحا باستمرار اللعب. جميل. خلينا ناخذ معك سريع قبل تظلم في الاحداث اذا كانت معانا بناخذها الحين او بعد الفاصل، بس خلينا نتكلم معك تظلم الاهلي للاتحاد الاسيوي يحاول طرد منصور الحربي حق مشروع. طبعا لهم. نص القانون على انه يحق لحكم المباراه ان يطرد منذ دخوله ارضيه الملعب، سواء قبل المباراه او اثناء او بين شوطي المباراه او بين الاشواط الاضافيه او اثناء ركلات الترجيح، حتى يغادر حكم المباراة ميدان اللعب. يحق له إشهار الإنذار أو إشهار الطرد عندما يكون داخل هذه السلطة كاملة بيد الحكم. عندما تكون هالأشياء لا زالت في سلطة الحكم، يحق للحكم يمارس هالصلاحية منذ دخوله إلى أرضية الملعب إلى نهاية مغادرته للملعب. ونلاحظ أن ما حدث بين إبراهيم هزازي ومنصور الحربي حدث داخل الملعب ولا زال الحكم متواجد، فيحق له إشهار الطرد وكعقوبة انضباطية للاعبين بغض النظر عن ما سيلحقها من عقوبات انضباطية أخرى. جميل، سنذهب إلى فاصل أخير ونعود لمواصلة الحديث في الجزء الأخير من البرنامج. محمد البكيري يصف كانيدا بالخواف ويمتدح شجاعة يارولين.